جسر للخير سيمد على مدار ساعة، رحلة نغرس ونقطف فيها الخير بفضل الإحسان الذي سيعم في كل مكان. أمالنا تكبر يوما بعد يوم، وثقتنا بكم تزيد حالة بعد حالة، لنكون بحوله تعالى عنوانا للخير على قناة الخير، قناة القرآن الكريم في أمة الخير. مشاهدينا، مشاهدي قناة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أمة الخير التي نبني فيها جسرا بكل حب وتعاون وإحسان للخير، ليكون جسرا بين المحتاج والمحسن. وكما عودناكم في بداية كل حلقة، ذرر خير على لسان رجل الخير، موعظة مع فضيلة الشيخ سعيد بويزري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله هو الرزاق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الرزاق هو الله جل جلاله، وهو المالك لكل شيء، ولكن ملكية الإنسان للمال ليست ملكية مطلقة، هي ملكية تفويض وإنابة واستخلاف. والمراد بهذه المصطلحات، هذه المصطلحات تبين طبيعة ملكية الإنسان للمال، فليست ملكية المطلقة، بدليل أنه يتملك تلك الأشياء وتلك الأرزاق مؤقتا إلى أن يودع هذه الحياة، فتؤول تلك الممتلكات إلى ورثته الذين يتملكونها مؤقتا، ثم تؤول إلى الله جل جلاله في النهاية. وقد قال الله تعالى في سورة الحديد في الآية العاشرة، قال: ولله ميراث السماوات والأرض. والقرآن ينصحنا ويرشدنا إلى أن نعبر عن شكرنا لله عز وجل على نعمه التي لا نحصيها عددا من خلال الإنفاق. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فأرشدنا إلى فعل الخير، كما في قوله تعالى في سورة الحج في الآية 77، قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم قال في سورة البقرة في الآية 148: فاستبقوا الخيرات. إذن هذا الاستباق وهذه المسارعة وهذا البذل وهذا العطاء لهذا الخير عن طريق الصدقة، عن طريق الإنفاق بجميع أوجه العطاء. فتأتي الصدقة، الصدقة كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. والحديث الشريف: ما نقص مال من صدقة. والصدقة لها مقاصد وغايات، منها أنها تنقي الرزق من جميع الشوائب العالقة به، ومن فوائدها أيضا أنها تطهر قلوب الفقراء والمساكين، وهم يستقبلون تلك الصدقات وتلك العطايا. ومن مقاصدها أنها سبب للشفاء، تداووا بالدواء والدعاء والصدقة. ومن مقاصدها أنها تجلب البركة، نسأل الله القبول. موعظة طيبة مباركة من فضيلة الشيخ سعيد بويزري. سنتسابق ونتسارع لفعل الخير بحول الله على قناة القرآن الكريم، سهرة كل خميس في أمة الخير. بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الذين نوروا بلاتو برنامج أمة الخير، وأبدأ بيميني بفضيلة الشيخ يحيى بوشابو الذي اشتقنا له كثيرا ومنور صراحة البرنامج. فضيلة الشيخ يحيى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي حليمة،
أمسية سعيدة مباركة مع فعل الخير، جعلنا الله تعالى جسورا إلى الخير بإذن الله. إن شاء الله يا رب، وسنكون بحول الله جسر للخير وللتعاون. سهرة كل خميس بدءا من 9 ليلا على قناة القرآن الكريم. يحضر كذلك معنا اليوم مشاهدينا الدكتور بكو صديق، طبيب مختص في الطب العقلي للأطفال. دكتور بكو صديق، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بروفيسور نورتنا اليوم، أهلا وسهلا. بارك الله فيك وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بك. أيضا يحضر معنا اليوم مشاهدينا السيد دريدي فؤاد أب رنيم لنتحدث عن موضوع هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك أخي فؤاد. شكرا بارك الله فيك على الاستضافة. مرحبا، أهلا وسهلا بك. دعوني فقط أحيي الدكتور موسى جوادر الذي يغيب عنا اليوم وسيكون معنا أكيد في الحلقات القادمة بحول الله. موضوعنا اليوم مشاهدينا مهم جدا. اليوم سنتحدث عن التكفل البسيكولوجي للأطفال المرضى. كيف يمكن لنا أن نرافق الطفل المريض؟ كيف يمكن لنا أن ندمج هذا الطفل في المجتمع؟ سنتناول الكثير من النقاط بالإضافة طبعا لحالات البرنامج. اليوم معنا 3 حالات وكلنا أمل أن نجمع كل المبالغ المالية المخصصة لكل حالة. أبدأ معك فضيلة الشيخ يحيى بوشابو. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صدق الله، ومعزة الأبناء كبيرة جدا، وعندما يكون الابتلاء في الأبناء يكون صعب ويحتاج إلى إيمان قوي وقدرة تحمل كبيرة. فضيلة الشيخ يحيى بوشابو، جزاك الله تعالى خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. فعلا الإصابة في الأبناء صعبة شيء جدا. عزيز على النفس، لأن الابن حبيب وقطعة من فؤاد الإنسان، فإذا تأذى الولد الأب يتألم لألمه، خاصة إذا كان الأذى يعني منذ الصغر، فيشعر بأن الإبن سيعاني من هذا الألم أو من هذا الظرف الذي يعاني منه في صحته على مدى حياته وسيؤثر على حياته. فهنا الشيء الذي يؤنس المؤمن ويسعفه للخروج من حالة الضغط في مثل هذه الحالات هو التسليم لقضاء الله عز وجل وقدره. قوة الإيمان والصبر. نعم، ينال الصبر بالرضا بقضاء الله عز وجل. فكثير من الأشياء في حياتنا ليس نحن من ندبرها. صحيح. فهناك أشياء كلفنا الله عز وجل بها وأعطانا حرية العمل فيها، وأشياء قدرها الله سبحانه وتعالى علينا. لا، والأكثر من ذلك فضيلة الشيخ يحيى، ربما يكون الابتلاء في الأبناء امتحان في الدنيا. نعم. هل ستفوز بهذا الامتحان وتصبر وتحتسب أمرك لله سبحانه وتعالى؟ إنما يفوز من يصبر لله عز وجل، ويصبر من يعلم بأنه ما أصابه ما كان ليخطئه، وأن ما أصابه إنما أصابه بقدر من الله سبحانه وتعالى. فالطفل الذي مثلا يحرم الكلام أو يحرم السمع أو يحرم البصر، هذا قضاء الله عز وجل. صحيح. وقدره. ومن أركان الإيمان الإيمان بقدر الله عز وجل وقضائه. صحيح. فأركان الإيمان 6، واحدة منها هذه الركن السادس. الركن السادس. هذا الركن هو الذي يجعلنا نتحمل كثير من الابتلاءات وكثير من المصائب في الحياة. غير المؤمن يبقى يقول لو كان فعل، ويتحسر ويتألم ولن يمشي خطوة إلى المستقبل. نعم، وإنما يعيش فقط الصراع النفسي. لكن المؤمن بالقضاء والقدر أولا يرضى، ثانيا له أمل في أن هذا الولد المعاق الآن سيراه في الجنة إن شاء الله، إن شاء الله تعالى سليما معافا. تحدثت قبل قليل فضيلة الشيخ يحيى بوشابو أنه فيه ابتلاءات، أنه طفل ربما لا يتكلم، لا يرى، لا يسمع. واليوم هناك فوضى جميلة في هذا الأستوديو أو هذا البلاتو الجميل، فوضى رنيم التي تلعب الآن بشعرها. رنيم لا تسمع شيء مشاهدينا. هي نعم، أنت من أرينا صورتها رنيم، أخبرها بأنها في الشاشة الآن. انظري رنيم، إنها رنيم الجميلة. رنيم لا تسمع شيء مشاهدينا، وهذا أكيد ابتلاء، لكن سيأتي يوم لكي تسمع رنيم ولكي تسمعنا صوتها الجميل. أخي فؤاد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ شكرا بس الحمد أنا لله. اليوم خليني نحكي لك بالعامية، كون على راحتك فؤاد. أنت مع الإخوة، مع أختك، فدعك دع المباشر جانبا وخلي الكاميرا جانبا وحكي لي على فؤاد الأب. فؤاد، متى عرفت أنه رنيم
تعاني من نقص في السمع ولا انعدام في السمع؟ تقريبا في عمر 7 أشهر حسينا بها باللي ما تسمعش. في 9 أشهر تأكدنا بالأشعة، درنا لها أشعة، تأكدنا باللي ماهيش تسمع في لا تسمع نهائيا. لا تسمع نهائيا. تقبلتوا الأمر فؤاد أنت والوالدة؟ في الأول جات شوية صعبة ومن بعد تقبلنا. أكيد رنيم عندها معزة خاصة عندك. أكيد. وش تتمنى رنيم؟ رنيم تمناها تعود تسمع وتسمعنا هي كلماتها. تريدين التحدث رنيم؟ رنيم لم تحبني رنيم نهائيا، أحبت فضيلة الشيخ يحيى بوشابو. عموما أعود لك الآن بروفيسور بكو صديق. رنيم ومثلها الآلاف من الأطفال يعانون من أمراض مختلفة، لكن ننسى شيء مهم جدا وهو التكفل البسيكولوجي بحالة هؤلاء الأطفال. حبذا لو نعرف المشاهد الكريم على مفهوم التكفل البسيكولوجي، ما المقصود به وهل له أهمية في حياة الطفل المريض؟ التكفل البسيكولوجي عنده أهمية كبيرة في عند الأطفال الذين يعانون من الإعاقة، لأن إدراكهم للواقع وتصرفاتهم تكون متأثرة بهذه بتلك الإعاقة، لأنه عندما تكون إعاقة حسية فإن إدراكهم للواقع يختلف عن الطفل الذي ليس عنده أي إعاقة. لذا فإن وأيضا عندما تكون إعاقة جسدية هناك مقارنة مع الأطفال الآخرين. لذا فإن يعني كثيرا ما يتعرض الأطفال المرضى للتنمر. المعايشة النفسية تكون ليست سهلة. لذا فإن كل طفل عنده إعاقة لازم تكون بالإضافة إلى الإجراءات التي تخفف من الإعاقة لازم أن تكون هناك مرافقة نفسية عند مختصين نفسانيين. لأنه مهم جدا هنا عندما نتحدث عن مثلا مرض يصيب الطفل، ليس الهدف فقط أن يشفى من ذلك المرض، إنما أتابع هذا الطفل نفسيا قبل العلاج، أثناء العلاج، وبعد العلاج. صح، لانه دوك العلاجات لا كاين بعض العلاجات لا تاتي بالشفاء التام او الكامل. لذا فان هذه المرافقه ترافق الطفل، المرافقه النفسيه، لكي يفهم تلك الاعاقه ويتقبلها الى درجه ما، يعيش معها ربما. وحتى ان كانت العلاج نجح و الإعاقة راحت كلية مثل هذه الإعاقة السمعية، هنا بالعلاج بمختلف يعني لي زامبلون هذوك لي زاباري اللي بلاسيوهم، يقدر يكون استرجاع للسمع. حتى هذاك الاسترجاع للسمع هي حالة جديدة عند الطفل، لأن نتخيل الطفل يندمج ويتكيف مع حالته الجديدة. نتخيل أن الطفل ملي زاد وهو لم يسمع، وعندما يسمع لأول مرة ستكون حالة نفسية معينة قد تكون تستحق المرافقة أكثر من حالة الإعاقة. سنفصل أكثر في هذه النقطة. أرقامنا الهاتفية تمر الآن أسفل الشاشة. دعوني أيضا أذكركم برقم الهاتف المحمول 06 60 63 89 89. رنيم اليوم تريد زراعة القوقعة، رنيم اليوم تريد أن تسمع، تريد أن تتكلم، تريد أن تسمعنا صوتها الجميل. فؤاد، أخي فؤاد، لماذا لحد الآن لم تجري عملية جراحية لرنيم؟ احكي لي بصراحة. من عرفنا باللي ما تسمعش ملي كان في عمرها 9 أشهر. 9 أشهر. دفعت ملفات في المستشفيات على مستوى الجزائر، على مستوى ولايات أخرى. حتى اليوم ما كان حتى رد من طرف المستشفيات. طيب كم تكلف عملية رنيم؟
تكلف الجهاز يكلف 311 مليون. 311 مليون. 311 مليون. الجهاز لوحده. الجهاز لوحده. والعملية باطل في الديرة في المستشفى العمومي. سيتم التكفل بحول الله برنيم ونسمع صوتها الجميل. واضح أنها مشاكسة قليلا رنيم. فضيلة الشيخ يحيى، يعني عندما نرى مثل هذه الحالات نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة، وفي نفس الوقت ندعو من يستطيع المساعدة، من يستطيع أنه يفرح البراءة مثلا، ألا يبخل مطلقا بمساعدته. نعم، جزاك الله تعالى خيرا. ونذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة شيء عظيم، يعني فقط يتصور الإنسان نفسه لما يوقف على الصراط. الصراط هو جسر يربط بين أرض المحشر وبين باحات وساحات الجنة، فحتى يمر من أرض المحشر إلى باب الجنة لابد أن يعبر على صراط، وأسفل هذا الصراط جهنم والعياذ بالله. والناس على هذا الصراط يمرون بسرعات مختلفة، فمنهم من يمر بسرعة البرق، ومنهم من يمر وهو يعدو، ومنهم من يمر وهو يزحف على بطنه. يا الله. فسرعة كل أحد بحسب سرعته في فعل الخير في الحياة الدنيا، فمن كان يحسن العمل ويسرع في الخير في هذه الحياة الدنيا يمده الله سبحانه وتعالى بسرعة المرور على الصراط. فلهذا لو يتفكر فقط الإنسان بأنه إذا كان سعفه البنت في إجراء هذه العملية وأمده الله تعالى بسرعة المرور على الصراط وحتى يمر سالما. ورقم الحساب البريدي للأخ فؤاد فضيلة الشيخ يحيى. نعم. يظهر الآن أسفل الشاشة، ها هو. نعم. الرقم الحسابي لك أخي فؤاد. كل من يريد تقديم المساعدة للأخ فؤاد حتى نسمع صوت رنين التي هذا كله من بسبب القطعة النقدية التي قدمتها لها. الله يبارك في الكواليس فضيلة. طيب. الشيخ قطعة 20 دينار درت لنا هذه المشاكل كلها. عموما نمر الآن لأول حالة نبرمجها في حلقة أمة الخير. فرحة إنجاب التوأم لا تضاهيها فرحة فعلا، يعني كل والدين يحلموا بتوأم، وعندما تلد الأم التوأم وتجد بأنهما يعانيان من نفس المرض ويحتاجان إلى عمليتين جراحيتين والأوضاع صعبة، هنا يكون أو تكون الصدمة الكبيرة. مهدي ورؤوف ذهبي، توأمان من ذهب لكن المرض يعكر صفو حياتهما. دعونا نتعرف على رؤوف ومهدي مع زميلة فلة. نكتبها صفحات نملأها قصائد حلم ننشده. أنا السيدة أم لمهدي وعبد الرؤوف، هما توأم زادوا بحالة يعني ما كان يبين فيها والو، ومن بعد في مرحلة المراهقة بنت تبين باللي عندهم اون سكوليوز سيفير لي، وين كيديتهم للطبيب وبانوا هكذاك بزاف، داروا لهم دي كورسي لبسوهم وين يعانيوا بزاف بهم مساكن، يعني شغل يجينيهم في دراستهم في قعادهم في ماكلتهم في مشيتهم، شغل حياتهم تبدلت من نهار الى ما بين يوم واخر تبدل كلش عليهم. ودرك راني عاود درتهم لي كونترول شاك فوا نديرهم، يقولوا لي شاك فوا هذا المرض راه يزيد، راه يتطور شاك فوا تطور درجه هذاك الاعوجاج تاعهم شاك فوا يزيد. ما دار والو هذاك لو كورسي سو كيفي، قالوا لي لازم عمليه استعجاليه في هذه الحاله. وانا مالوغوزمون درت كاع المستشفيات، مالوغوزمون المستشفيات تاعنا ما يديروهاش، ما عندناش الوسائل اللازمه والخاصه لهاد العمليه، تندار يا في الخارج ولا كاين عياده خاصه هنايا يديروها، مي المبلغ يعني فريمون شويه ماشي شويه غالي بزاف، ما يسمحليش الاجر تاعي باش نديرهم لزوج ولادي، وجاتني في زوج ماشي واحد ولا بين زوج نفس الدرجه نفس لو ميم دياغنوستيك. هذه هي يعني، والناشد انا يعني ماذا بيا لو كان كاين محسنين هكا يعاونوا في هذه العمليه ولا راح يديروا خير كبير فيهم،
وينحوا لهم ان كومبلكس وفي حياتهم شايدهم اللي عرق لهم بزاف حياتهم بما فيها الدراسة بما فيها بزاف في حياتهم اليومية. المبلغ تاع العملية هاي كلفنا قس 165 الواحد 330 وما راهوش مبلغ سهل باش يسمح لي نقدر نخلصوها كابرك على بها يعني جاتني باش نناشد المحسنين اللي يقدروا يعاونونا فيهم وأجرهم على ربي إن شاء الله. بيديكم نكتبها صفحات نملأها. والله بيديكم مستمعين نستطيع أن نرجع البسمة لمهدي ورؤوف ذهبي. دكتور يحيى بوشابو 165 مليون للطفل الواحد أطفال أو هم الآن في سن المراهقة لديهم إعوجاج واضح في الظهر يحتاجون لعملية في أقرب وقت، يعني حالة صعبة مؤلمة، ماذا يمكن أن نقول؟ في الحقيقة يعيشوا معاناة الآن، يعني هذه الحالة الإعوجاج تعبهم كثيرا وبالنسبة وتعقدهم أيضا وتعقدهم نعم أمام زملائهم، خاصة في بعض الأطفال يكونوا ناقصين من حيث الأدب فما يقدروش الظرف تاعهم، ممكن يسخرون منهم أو يستهزئون بهم. فلهذا الإنسان دائما لما يتعامل مع الناس في مثل هذه الحالات يجعل نفسه يتعامل مع الله، والله سبحانه وتعالى يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يا الله، كل ما تقدمه للناس من خير هو في الحقيقة تعامل مع الله، تجد ذلك عند الله سبحانه وتعالى. 165 مليون لمن يسارها الله تعالى عليه ومن كانت عليه يسيرة يوم القيامة لا يدري كم من الحسنات يجدها، يعني ربما تفوق الخيال تاعه، أضعاف مضاعفة، أضعاف كثيرة. ربنا سبحانه وتعالى غني وكريم، فمثقال تمرة أو عدل تمرة كما قال صلى الله عليه وسلم يضاعف إلى جبل من الحسنات. فتصور 165 مليون لعل هذه أحدنا يشتري بها قصرا في الجنة، أو لعل أحدنا يشتري بها رضا الله سبحانه وتعالى فلا يسخط عليه أبدا، أو لعله يدفع بها من الأذى ما هو أضعاف وأضعاف. أتستمعون مشاهدينا؟ أتستمعون إلى الأجر الكبير الذي سيعود بحول الله بعد مساعدة رؤوف ومهدي، بعد كلام فضيلة الشيخ يحيى بوشابو الجميل المشجع صراحة. أتمنى أن تشاركوا، أتمنى أن تمدوا يد العون لمهدي ورؤوف حتى نجمع أكبر عدد ممكن من المساعدات الليلة بحول الله. أذكركم بأن حالة مهدي ورؤوف للطفل الواحد أو للشاب الواحد 165 مليون، اليد في اليد نستطيع، المبلغ ليس بالكبير، اليد في اليد نستطيع أن نقدم المساعدة لمهدي ورؤوف. ورقم الحساب البريدي للوالدة يظهر أسفل الشاشة. إذن حالتين لحد الآن، عدنا البرعمة الجميلة الرائعة رنيم اللي تلبس الأبيض وتزين الأستوديو كالعروس الجميلة ما شاء الله، والتي سنسمع صوتها قريبا بحول الله، تحتاج إلى عملية جراحية بالإضافة لجهاز. المبلغ، مبلغ الجهاز ذكرني، 311 مليون. اليد في اليد نستطيع تقديم هذا المساعدة، نستطيع أن نفرح رنيم مثل حالة رنيم بالضبط. أنفال هي الأخرى، شفت معاناة الناس فضيلة الشيخ يحيى بوشابو، يعني إنسان يحمد الله على العافية. الحمد لله. قبل أن أمر إلى أنفال لو سمحتم زملائي، أريد أن أمر إلى البروفيسور بكو صديق. بروفيسور، مهدي ورؤوف في سن المراهقة، وتعلم صعوبة سن المراهقة، يعني هي في الأصل مرحلة صعبة وفيها الكثير من التغيرات الهرمونية والمزاج وما إلى ذلك، فما بالك لما يكون المراهق يعاني من إعاقة جسدية تظهر وقد تسبب له الأذى النفسي الكبير. حقيقة أن هذه المرحلة من أصعب المراحل من ناحية النفسية في معايشة كل أنواع الإعاقة، لأن هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية أين يكون المراهق بين الطفل والراشد.
وهو يبحث عن هويته، هويته في جميع المجالات، في جميع النواحي. ولذا فإن هو كل حاجة تمس بجسده، لأن الجسد من الهوية، كيف سيكون جسده في خصوصا في هذه المرحلة المستقبل. الصعبة من حياته، كيف، ما هي المهنة التي يقوم بها في المستقبل، ما هي، كيف يكون تفكيره في المستقبل، واش يتبع، كل هذا يعني لذا يخليه يركز بزاف على نفسه، وأي خلل يؤثر عليه بشكل كبير. لذلك هنا المرافقة النفسية مهمة جدا في مثل هذه الحالات، لما يكون مثلا الطفل أو المراهق يعاني من خصوصا الإعاقة التي تظهر للغير، يجب مرافقة نفسية لتقبل النفس قبل بدء العلاج. احنا من في الخدمة نتاعنا في الاستشارات النفسية والطبية العقلية عند الأطفال والمراهقين، معظم الحالات تجينا في المراهقة، لأن هنا يكون المعايش النفسية يكون في حدوده القصوى، والمعاناة يقدر حتى تقود المعاناة إلى نوع من الاكتئاب أو اضطرابات القلق، التي في بعض الحالات تستدعي حتى العلاج بالأدوية إضافة إلى العلاج بالعلاج النفسي. يعني بالإضافة إلى ربما الإعاقة الجسدية، يمكن أن يصبح الطفل أو المراهق يعاني من مشاكل نفسية. سنفصل أكثر في الموضوع، لكن دعوني أذكركم مشاهدينا بأنكم تتابعون برنامج أمة الخير على قناة القرآن الكريم. هذا البرنامج الذي نحاول من خلاله أن نمسح دمعة ونرسم بسمة سهرة كل خميس. رنيم في انتظار الكلام والبسمة، وأيضا التوأم مهدي ورؤوف في انتظار عمليتين جراحيتين مهمتين جدا. حالة أخرى في البرنامج نتابعها مع بعض. كن نكتبها صفحات نملأها قصائد حلم ننشد. أنا والد طفلة أنفال اللي تبلغ من العمر 13 سنة دركا. بنتي أنفال زادت ما تسمع ما تهضر، ما فقنا لهاش، كانت صغيرة على كل حال. من بعد درنا لها تحاليل، درنا لها دي راديو مدة عامين ونص باش فقنا لها بلي ما تسمعش. من بعد ولينا نجرو عليها، نجرو الحمد لله. حطينا لها ملف في مستشفى القبة باش دير عملية زرع القوقعة، هي ما تسمعش كاع. الحمد لله وفقنا ربي، درنا لها في لاج تاع 5 سنين ونص، داروا لها عملية الزرع الحمد لله في 2016. من بعد هذيك المدة أنفال بدات تهضر شوية شوية، يعني ما تهضرش مليح، باسكو الطفل قد ما يكون صغير ويديرها في الصغر يولي يسمع ويهضر خير، يكبر مع النطق هذاك. مي أنفال دارتها روطار شوية بصح الحمد لله. درك على كل حال أنفال راهي تقرا كيما راكي تشوفي فيها، ولاباراي تاعها درك هذه اللي راهي عندها راهي حبست لها، وعاود خدمتها زوج خطرات وانا نخدم فيها، ودوك راهي تقرا. وإلا كان ما توليش تسمع ما تهدرش اوتوماتيكمون، ما تهدرش. دونك انا مادا بيا على كل حال نطلب من الله عز وجل ان شاء الله والمحسنين ان شاء الله اللي راهم يشوفوا فيا يديروا هذه بنتهم ويعاونوني باش نشري لها لاباراي اللي دير 185 مليون و300. هاو عندي الملف الطبي هنايا على كل حال تشوفوه. مادا بيا باسكو انا على قيس الحال ما نقدرش، على راني عامل يومي وما نقدرش باش نوفر لها هذا المبلغ هذا. ان شاء الله ربي يرزقها ان شاء الله، والمحسنين ان شاء الله اللي راهم يشوفوا فيا ان شاء الله يعاونوني ويديروها بنتهم باش أنفال تعيش حياة طبيعية وتولي تهدر تولي تسمع. زيد مع القراية هكذا بلا لاباراي ما راناش نفهموها في الدار، ما راناش، مام هي تتقلق كي تعود ما تسمع ما تهدر تتقلق، مام في القسم ما تتبعش ثاني الدروس تاعها، راهي شوية في القراية تاعها. بلا باراي هذيك هي اللي راح تساعدها باش تولي تسمع وتهدر خير وخير. لا باراي هذه كاين هنا في الجزائر على كل حال، كاين واحد برك هو اللي بيعها، هو الممثل الحصري للعلامه، العلامه تاع لا باراي هذه او موجود هنا في الجزائر. ان شاء الله اللي يحب يجي يشريها لها ولا نوري له وين جايه يديها يتفضل، واللي يحب يعاوننا بدراهم مرحبا به ما عندناش مشكل. اللي
حبنا نوري له وين جاي ليبيحة يدي أنفال معاه ونروح ونوري له. حنا ماذا بينا تولي تهدر باش تعيش حياة طبيعية كما البنات كامل، وإن شاء الله ربي يوفقهم وربي يوفقنا إن شاء الله. والحمد لله، الحمد لله على كل حال، هكذا هذا هو واش عطانا ربي. أنفال، واسمك أنت؟ واسمك؟ أنفال. أنفال لقب؟ سعيدي. سعيدي، واش تحبي أنفال؟ واش تحبي أنت يا؟ واش حبيتي؟ واش تحبي؟ سمعت، سمعي مليح؟ شوية. شوية؟ إيه. واش حبيتي؟ واش تحبي؟ دابا ربحت وكاع أجمد. عاوديها وشنو؟ أباري واحد أخرى أسود؟ إيه. إن شاء الله يا بنتي إن شاء الله. إيه باش تولي تسمعي مليح وتقراي مليح. يديكم نكتبها صفحات. يا الله يا الله يا الله، اللهم أعد الفرحة لأنفال، أنفال سعيدي بحاجة إلى جهاز سمع. مستمعينا، أنفال سعيدي ومن خلال والدها السيد سعيدي سيد علي الذي يظهر رصيده البريدي الآن، نتمنى من كل قلوبنا أنه اليد في اليد حتى نرسم البسمة على هذه الحالات. تركيا، أريد تصوير رنيم الآن. رنيم نائمة، أتعلمون لماذا نائمة؟ لأنها لا تسمع شيء. رنيم لا تسمع ولا كلمة، لذلك نامت في الاستوديو. من حق رنيم أن تسمع، من حق رنيم أن تتكلم، من حق رنيم أن تقول بابا، من حق فؤاد أن يسمع كلمة بابا. لذلك قلوبنا معكم وإيماننا كبير بالله سبحانه وتعالى أن رنيم تستعيد السمع وتتكلم، وأنفال كذلك. فؤاد تتمنى أن تسمع كلمة بابا؟ تمنيها. حاب تسمع كلمة بابا؟ أكيد حاب تسمعها. وأنه أنفال تقرأ وتروح للمسجد وتقرأ قرآن إن شاء الله. وتجري ليك بابا بابا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ماذا تقول لكل من يشاهدنا الآن؟ نتقدم بالنداء تاعي لأهل الخير والمحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء أنه يساهموا معايا في هذا الجهاز. المبلغ تاعه غالي بزاف وأنا عامل يومي، يعني ما نقدرش نوفق بين البيت وبين مصاريف البيت وبين الجهاز هذا. أنت تناشد القلوب الرحيمة، أين تضع يدك الآن ستسمع بحول الله رنيم في يوم من الأيام. إن شاء الله. فضيلة الشيخ يحيى أبو شيبو، لك التعليق. أنا هنا لا تعليق، إلا أن المؤمن لابد أن يكون في قلبه رحمة، ومن هذه الرحمة أنه يشعر بما يشعر به أخوه المؤمن. فمثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، صحيح. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لما نشوفوا بنتنا رنيم الآن أو البنت ملائكة اللي مرت معنا في أنفال، أنفال 13 سنة 13 سنة الآن، مسكينة ما تسمعش مليح وتحتاج باش توصل الدراسات تاعها باش يكون لها مستقبل. والدها قال لما ما تسمعش في القسم تتقلق ولا تفهم الدروس. أكيد أكيد راح يكون بالنسبة إليها ظرف مزعج أنها لا تستطيع السماع وما تقدرش تكلم مع الأستاذة وما تسمعش الأستاذة. فلهذا هنا يعني لابد أن يتحرك المؤمن صاحب القلب الرحيم الذي أعطاه الله عز وجل فرصة ليشتري الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فالجنة هاته نشتريها بأموالنا ونشتريها بأعمالنا. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فندفع مالنا ابتغاء وجه الله عز وجل. الآن اللي يجي سعد رامين راح ينتظر ولو من رانين. رانين بنت صغيرة تاع 4 سنوات أو 5 سنوات، ماذا ينتظر منها؟ لا شيء، صحيح. لكنه ينتظر من رب رانين الشيء الكثير. سيصلكم الكثير من الله سبحانه وتعالى. حالاتنا لحد الآن في حلقتي اليوم من أمة الخير، رنيم تحتاج إلى عملية جراحية وجهاز للسمع يقدر مبلغ المبلغ ب 311 مليون. لدينا كذلك أنفال السعيدي، أنفال أيضا بحاجة إلى زراعة القوقعة، هكذا لم أخطئ، زراعة القوقعة تحتاج إلى جهاز في تقدير 165 مليون. ناس الخير
المحسنين، أحبتنا في الله، أفرحونا، أفرحونا في هذه الليلة المباركة، نحن ليلة جمعة، يعني أفرحونا وأدخلوا السرور لقلب رنيم وقلب أنفال وقلب أيضا مهدي ورؤوف ذهبي، توأمان من ذهب أنا سميتهم، لكن هم بحاجة لمن يساعدهم في عملية جراحية من أجل استقامة الظهر. بروفيسور، الحالات التي تمر عليكم كثيرة، وأكيد كل حالة تمسي في حالة أخرى، وكل حالة تحتاج إلى مرافقة بسيكولوجية. صحيح، المرافقة بسيكولوجية حبيت نقول أنها أيضا تكون للأولياء أيضا، لأن الأولياء عندهم يعني أيضا معايشة نفسية خاصة. صحيح. لأن الأولياء كما هدر الشيخ يتأثروا بهذه يعني الإعاقة تاع أولادهم، لأنه من الناحية النفسية كل ولي الذي ينتظر طفل، يقول علماء النفس أنه ينتظر طفل كامل وقوي وصحيح، ويقول له في علم النفس يعني الطفل المثالي، الطفل المثالي ايديال، شغل اللي عنده كلش، شاطر وانت ذكي، ولكن هذيك الصوره عندما تاتي الاعاقه هذيك الصورة تهتز هذيك الصورة. صحيح. لذا فإن هذوك الأولياء يتأثروا نفسيا. لا، وأنت نبهتني على شيء أريد أن أخبره، لأنه مشرفة الحصة حياة يونسي أخبرتني في الكواليس أنه التوأم الذي رأيناهما قبل قليل من يعني ليس خجلهم، لكن ذهبي، توأم ذهبي، لم يريدا الكلام للكاميرا، كأنه نفسيتهم يعني محطمة. وهنا دور الأهل أيضا أنه يكونون مصدر للقوة لأبنائهم. طيب، سنعود لك بروفيسور، سنعود لرنيم، ونعود لك أيضا فضيلة الشيخ يحيى بوشابو، لكن دعوني أذكركم بأرقام الهاتف مرة أخرى: 06 60 63 83 89. مشاهدينا، أحبتنا، ناس الخير، أهل الخير، نحن أمة الخير، نتمنى أن تفرحونا. أخبروني أن هناك خبر مفرح. الحمد لله. إن شاء الله يا رب. إذن هناك متصل قال أنه لدي جهاز لأنفال، يريد تقديمه لأنفال. إذن إن شاء الله يا رب يتم تكون هناك مطابقة. إذن أنفال التي مرت معنا قبل قليل، أنفال سعيدي التي مرت معنا قبل قليل، هناك من سيستطيع تقديم الجهاز لها. يا رب يا رب يا رب يا رب. فضيلة الشيخ يحيى بوشابو، أمة الخير لا ينقطع فيها الخير. فهذه أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما دعاها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخير أقبلت. يدفعها حب الله عز وجل، ويدفعها حب الفوز يوم القيامة إن شاء الله تعالى، ويدفعها القلب الرقيق الذي يشعر بألم إخوانه، بألم الآخر، ويدفعها عدم الخشية على من الفقر، لأن الله هو الرزاق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نقص مال من صدقة. يعني هذه ضمانة نبوية لكل من يبذل شيئا من ماله في سبيل الله، أن ذلك المال لا ينقص من ماله أبدا، لا ينقص أبدا. أفرحنا. نعم. أنفال رنيم، الملاك النائم في استوديو برنامج أمة الخير، في انتظار الفرحة، في انتظار أن تسمع لكي تنطق وتسمعنا صوتها الجميل. أنتم كذلك مشاهدينا، إذا كانت لديكم حالات اجتماعية مرضية تريدون المشاركة معنا في أمة الخير، لا تترددوا مطلقا، نحن هنا وسيط للخير بين المحتاج والمحسن. تذكير بالملف الطبي. ملف برنامج أمة الخير، الجانب الاجتماعي، طلب خطي مختصر يذكر فيه المعني معلوماته الشخصية: الاسم، اللقب، العنوان، رقم الهاتف، والوضعية الاجتماعية. نسخة من بطاقة التعريف للمحتاج إن كان كبيرا ولوليه إن كان المريض صغيرا. شهادة عائلية.
نسخة من كشف الراتب أو منحة التقاعد أو شهادة بطالة. إذا لم يكن للعائلة أي دخل مالي، فالمطلوب هو شهادة عدم الانخراط في الضمان الاجتماعي للأجراء كناس، ولغير الأجراء كازنوس للزوجين. تعهد كتابي من المعني بصحة المعلومات الواردة في الملف وبالالتزام بقوانين وقواعد سير برنامج أمة الخير وبما يطلبه القائمون عليه ويكون مصادق عليه من طرف البلدية. الجانب الطبي بالنسبة للعمليات الجراحية، الملف الاجتماعي زائد تقرير طبي مفصل من عند طبيب مختص يشخص طبيعة المرض ويؤكد الحاجة للعملية ويحدد قيمتها. بالنسبة لتجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة ولباس المحروقين ومختلف التجهيزات، فالمطلوب إضافة للملف الاجتماعي تقرير طبي زائد فاتورة. لا نتكفل بالعمليات خارج الوطن سواء في دول عربية أو غربية. لا نتكفل بالتلقيح الاصطناعي. لا نتكفل ببعض التخصصات كطب الأسنان، الطب التجميلي والطب البديل. عند الضرورة يحدد مبلغ 350 مليون سنتيم كحد أعلى للحالات التي تكفل بها برنامج أمة الخير. البرنامج لا يتكفل بالحالات الاجتماعية كطلبات الزواج وقضاء الديون وتكاليف الكراء وغيرها، وإنما يتكفل بالحالات الطبية فقط والتي لم تجر بعد. الوثائق التي ترسل لابد أن تكون حديثة أصلية واضحة وكاملة، ولا داعي لإرسال الأشعة والتحاليل وغيرها من الوثائق التي لم تذكر في الملف. إذن كان هذا تذكيرنا بالملف الطبي لكل الحالات التي تريد أن تكون معنا في برنامج أمة الخير. دعوني أذكركم مرة أخرى برقم الهاتف 06-60-63-89-89. نحن في انتظار مكالماتكم الهاتفية، نحن في انتظار الفرحة التي سترسم بحول الله على الأخ فؤاد والد رنيم، وأيضا على التوأم مهدي اللذان كان معنا قبل قليل وهما بحاجة ماسة إلى عملية جراحية لتحسين وضعية الظهر. أخ فؤاد، أخبرني، إذا جرت العملية بنجاح بحول الله وسمعت رنيم وبدأت تتكلم، كيف سيكون إحساسك؟ وأول شيء رح تعلمه الرنيم كلام. بالنسبة للرنيم أنا يوم نحوس نعلمها القرآن الكريم تحفظ 60 هزم. ما شاء الله، هذه أمنيتي فيها كبير بعد ما تكون تسمع إن شاء الله تحفظ 60 هزم. رنيم الآن قد في عمرها؟ عمرها في 5 سنوات. 5 سنوات، يعني 5 سنوات لم تسمع ولا كلمة ولا تنطق ولا حرف. هي راه في المرحلة الحرجة، في مرحلة كما سمعنا السيد قبيل قال دارت على 5 سنين ونص. شوية كاين كلمات ما تنجمش تنطقها. إذن نعم، تفضل فضيلة الشيخ. لا قلت يعني الأمر مستعجل، في يعني ما قال 5 سنوات عارف يعني ربما الطبيب هو اللي يبين لنا إذا طال بها الأمر وما تسمعش، حتى إذا سمعت من بعض راح يكون صعب جدا، صعوبة للتأقلم ربما في الدراسة. صح بروفيسور؟ يعني كلما زادت في العمر تصبح الأمور معقدة أكثر، لأن اللغة تكتسب بمراحل وتبدأ من الأشهر الأولى. عند من الأشهر الأولى تبدأ في رصيد لغوي للطفل، عندما الإنسان يسمع، الطفل الصغير يسمع أولياء أو يتكلم ولا محيطه يتكلم، يبدأ يونجستري على كل الكلمات والأصوات، تخزين، وتبدأ الكلمة الأولى بصفة عامة بعد سنة، يبدأ يهضر الكلمات الأولى
وتزيد الكلمات بابا ابي امي وبعد يسمي يعني اشياء. رنيم الان وصلت الى مرحله يجب ان تجري العمليه، يجب ان تزود بالجهاز حتى ربما تستطيع ان تتاقلم وان تندمج وسط اقرانها من الاطفال. لان قلت ان الكلمات الاولى في السنه الثانيه وتحت في السنه الثالثه تبدا الجمل الصغيره. الجمل الصغيرة ويقول على خمس سنين، خمس سنين وطلعت تكون اكتساب اللغة كامل. لذا فإن تحت خمسة لازم يكون تحت خمس سنوات يعني خير باش نعطوا يعني كل الحضور. بعد خمس سنوات تولي أمر صعب. بعد خمس سنوات لأن اللغة تكتسب بشكل تقريبا كامل. إذا 06 60 63 89 89 رقمنا الهاتفي، ونحن كلنا أمل مشاهدينا بأنه قبل نهاية البرنامج 10 دقائق على الأقل نجمع مبلغ لرنيم حتى يبدأ الأمل في إجراء العملية وأيضا شراء الجهاز. عندما يبتلى المرء بطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يكون الأمر صعب جدا ويحتاج إلى أم أو أب قوي جدا حتى يسقط ويقف ليقف إلى جانب ابنه الذي يعاني من إعاقة ما. لكن عندما يكون الوالدان هما من يحتاجان إلى المرافقة فالأمر هنا يكون صعب جدا. نتوقف مع هذه الحالة صراحة الصعبة جدا للسيدة نعيمة بكوش التي تعاني، لن أقول لكم، دعونا نتابع. أنا في 32 عام هنايا، أنا خاصني السكن، أنا مغمونة في كل شيء. ما يوصلنا لا ماء لا غاز لا تحية، نقارعوه في ربي سبحانه. أو كان عندي ولدي هنايا وخرج من المضيق، عنده دراري. لا يعاونوني يعاونوني بالسكن وبال، فاني قد كده محتاجة بكل شيء. هذه هو اللي نقولها لكم عند ربي. هذا وليدك الحاجة؟ هذا ولدي. واه تاني من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ واه درتي السكن؟ درتي الطلب تاع السكن؟ درت الطلب تاع السكن، ما خرج زعما ما خرج. يقول لك رانا نشوفو غير في القدم. انا قعدت نقارع، راني نقارع في المكتوب تاع ربي. وصحتك تاني تبني عيانه؟ انا ما السكر كوليسترول مكفوفه ما عنديش. وشكون اللي يعيشكم كيفاش راكم دايرين؟ من فضل الله، من فضل الله والمحسنين اللي عاونوني. ولادي كاع خدام زعما ماهوش خدامين، خدام زعما تاع نهار وزو تاع الليق، على يخدم على وليداتو، عنده الجبنيات ثاني هو كاري، وبنتي ما مزوجة مطلقة عندها جوج وليدات. يعاونوني غير بالسكن زعما غير هذا من هكا يغير ندي للحمام، ما نصيفش لي يدي، نحوس بحال هكا سكنة تكون مبلعة ومقيومة في كل شيء. نحوس على بيوتها غير روحي بان نرقد بان نطلب ربي ونصلي. والحمد لله يا رب، الحمد لله. سيدة نعيمة بكوش كفيفة، أم لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا تحلم بشيء سوى ببيت بسيط يأويها هي وابنها، سوى بمدخول بسيط تستطيع من خلاله أن
تسد جوع يومها. حالة صعبة جدا تعرض اليوم في برنامج أمة الخير. تعليقك فضيلة الشيخ يحيى أبو شيبو. والله يعني من سعادة الإنسان أن يكون في بيت مريح، مو شرط يعني فيلا، مو شرط يعني بيت كبير بزاف أو واسع، لكن في شو حابة بيت تقفل عليها ونصلي صلاتي على الأقل، يوفر بساطة الحلم، يحفظ الكرامة ويوفر شروط الراحة، الحد الأدنى من شروط الراحة، والظرف تاعها يبدو عليها يعني بأنه صعب جدا، معها طفل يعني من ذوي الاحتياجات، معها بنت مطلقة متحملتها هي وهي كفيفة، والبنت المطلقة أم لطفلين، أم لطفلين. والله يعني هذا يعني حالتها تستدعي يعني تقديم يد العون والمساعدة، وربنا عز وجل يكرم من يكرمها، فالله سبحانه وتعالى. أنا لاحظت شيء دكتور يحيى أو فضيلة الشيخ يحيى، لا أعلم إن لاحظته، كانت عندما تقول الحمد لله الطفل يقبل رأسها كأنه راضي بما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، ويتمنى أن الوالدة تبتسم. يعني فهم يبدو عليهم الصبر، يعني صبرهم واضح وثقتهم بالله سبحانه وتعالى واضحة، وهذا مما يدعو إلى أن نبادر ونسارع إلى إيجاد حل ومخرج لهم، حتى ولو كان بالكراء يعني كمرحلة أولى. أكيد. إلى ما كاش واحد كيف يشتري لها سكن، أو يعني ربما السلطات تكفل بهذا السكن على الأقل في مرحلة أولى لسنة، يقدروا الجماعة يكروا لها مش عارفوش من الولاية اللي حياة. تذكرينا باسم الولاية التي تسكن فيها سيدة نعيمة. لا اسم الولاية التي تسكن فيها سيدة نعيمة بكوش. أوكي، نثبت المعلومة، ربما حتى سكان هذه الولاية غليزان. من غليزان، إذن سكان غليزان، شباب غليزان، جمعيات الخير في غليزان. نعم. الفرصة أمامكم، أتتركون السيدة نعيمة هكذا الكفيفة، السيدة الكبيرة في السن هكذا تتألم وهي تحلم ببيت بسيط يأويها هي وابنتها المطلقة وأيضا ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ ناس غليزان، نعلم أنكم ناس الخير، فلا تبخلوا علينا بفرحة مثل الفرحة التي أسمعني إياها الزملاء الآن. سيدة مغتربة من فرنسا، أبناء الجزائر فيهم الخير حتى لو راحوا الأبعد نقطة على الإطلاق. سيدة فرنسا تتبرع ب 25 مليون لرنيم. ما شاء الله 25 مليون لرنيم فؤاد، ما شاء الله. المبلغ بدأ، افتتحنا بحول الله، سنصل إلى المبلغ الذي يقدر ب 311 مليون. أمام خيركم، أمام كرمكم، أمام تعاونكم، ليس بالمبلغ الكبير أبدا. نعم. بروفيسور، أنا هذا البرنامج لا أعلم ماذا سيفعل في هذه السنة، لكن الله يقدرنا على فعل الخير. بروفيسور، يعني عندما نرى مثل هذه الحالات كمجتمع كناس يجب علينا أن نقف إلى جانب بعضنا البعض، إن لم نكن ماديا على الأقل نفسيا نطبطب على بعضنا البعض. صحيح. بما أني سأتكلم عن من الناحية النفسية، أحاول أن أركز على هذا الجانب، بأن هناك يعني نظرية حديثة في علم النفس تقول أن من بين يعني الأمور التي تحسن من الحالة النفسية للأشخاص هو الدعم الاجتماعي، التكافل والتضامن. صحيح. لأن الإنسان بطبعه شغل الخوف يجيه يكون وحده، يخاف من الوحدة. صحيح. من الوحدة، وكما يقول الإنسان اجتماعي بطبعه، لذا يحتاج إلى الآخر. لذا فإن خصوصا أننا مجتمع حساس، يعني مجتمع تغلب عليه العاطفة. لذا فإن التكافل الاجتماعي تضامن مهم جدا في تحسين الوضعية النفسية للأشخاص، وذلك ولو تكون كما قلت بابتسامة أو بحضور بدعوة أو خير، باستماع للشكاوى أو الاستماع عندما يفصح الإنسان عن آلامه ومعاناته. إذن شكرا جزيلا لك بروفيسور. أذكركم بأن هناك سيدة مغتربة من فرنسا تبرعت ب 25 مليون
لرنيم الجميلة، هذا الملاك النائم الذي معنا اليوم. أذكركم بأنها نائمة لأنها ببساطة لا تسمع شيء، لو كانت تسمع لما استطاعت أن تنام في الاستوديو. رنيم بحاجة لمبلغ 310 ملايين، مبلغ ليس بالكبير مقارنة بإحسانكم مشاهدينا. جمعنا لحد الآن 25 مليون فؤاد، ما شاء الله. ربي يبارك في أهل الخير إن شاء الله ويفرحهم إن شاء الله يا رب. يوم أمس كان عيد ميلاد رنيم، يوم أمس كان عيد ميلادها. 5 ملايين أخرى لرنيم تصل الآن، 30 مليون لرنيم، الحمد لله ما شاء الله. يلا مشاهدينا. حليمة، هذا 25 مليون و5 ملايين هي خرجت من حساب تاع دنيا، فدخلت إلى حساب دائم، حساب الآخرة الذي لا ينتهي. ولكن المبهج المفرح أن هذه القيمة ما تدخلش بنفس القيمة، خرجت من الدنيا ب 25 مليون مضروبة في 700 مرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة فهي مضاعفة 700 مرة. لأن أختنا المغتربة لمدة 25 مليون ما زالت مرتبطة بإخوانها وأهلها في الجزائر، ال 25 مليون تاعها الآن مضروبة عند رب العالمين في 700 مرة على الأقل، ما شاء الله، ودخلت الرصيد تاعها ما شاء الله، وتجدها إن شاء الله تعالى إن شاء يوم الله يكون الأمر عسيرا على الناس. إذن 30 مليون لحد الآن في حساب الأخ فؤاد، المبلغ 310 ملايين، جمعنا لحد الآن 30 مليون من طرف أحبتنا وإخوتنا في ديار الغربة، سيدتين من فرنسا، المبلغ ليس بالكبير. نتمنى أن نسمع هكذا بشرة خير قبل ختام البرنامج. أذكركم أيضا بأن السيدة نعيمة من غليزان تحلم ببيت يأويها، فناس غليزان، ناس الجود والكرم، أسمعونا بشرة الخير. وفيه أيضا التوأم الذي يحتاج، توأم مهدي الذي يحتاج إلى عملية جراحية سريعة على مستوى الظهر، قيمة العملية الواحدة 165 مليون. هم أيضا في انتظار إحسانكم، في انتظار كرمكم، فلا تبخلوا علينا. رقمنا 06-60-63-89-89. حتى بعد البرنامج تستطيعون التواصل مع الرقم. جنود الخير مجندون ليلا نهارا 24 ساعة على 24 ساعة، 7 على 7. نحن هنا للخير، نزرع خير، نسقي خير، ونقطف خير، ونجد خير بحول الله على قناة الخير، قناة القرآن الكريم. كلمة ختامية فضيلة الشيخ يحيى أبو شهاب. هذه أمة الخير، والخير فيها لا ينقطع، وإذا كان هذا المال لم يجمع في هذه الساعة ما زالت أمامنا أيام إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، وإن شاء الله سيسخر الله عز وجل من عباده الصالحين الذين يريد أن يكرمهم بالنعيم الدائم يوم القيامة، فيحثهم على الخير في الحياة الدنيا الآن. في الحقيقة المتصدقون هؤلاء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. صحيح. كل إنسان يتصدق بشيء من ماله ابتغاء وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، فليعلم بأن الله قد اصطفاه من بين كثير من الناس ليقوم بهذا الخير وليجزيه عليها هذا الأجر. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. يعني هذه ربما رسالة لكل من وسع الله تعالى عليه وربي يسر عليه وعطاه المال، لكنه ما يشوفش خوته المؤمنين حتى اللي حالتهم صعبة، ما يتأثرش بهم وما يقدمش فيها المساعدة. يقولوا في الحقيقة أحرمت نفسك من خير كثير يوم القيامة لو أنك ساعدت إخوانك. نعم. فضيلة الشيخ يحيى أبو شهاب، أعجبك البرنامج؟ والله هو البرنامج يعني فعلا. ما رأيك أن تكون معنا كل سهرة خميس؟ هذا نرجعه لي، هذه دعوة مباشرة على المباشر. لا على الله تعالى إن شاء الله يا رب. بروفيسور بكو صديق، طبيب مختص في الأمراض العقلية للأطفال، شكرا جزيلا لك على الحضور. كلمة أخيرة لو سمحت. بارك الله فيكم على الاستضافة. إن شاء الله نتمنى كاع هذو اللي يحتاجوا يلقاو يعني مساعدين، و إن شاء الله والمحسنين، وإن شاء الله يبراو من الأمراض نتاعهم، وأن يكون لهم تكفل نفسي أيضا، وأن يكون لهم تكفل نفسي. مهم جدا التكفل النفسي، لأن التكفل النفسي أيضا هناك مثلا في حالة فقدان السمع بعد زع القوقعة، هناك أيضا تكفل أرطوفوني لتصحيح اللغة، لأن هناك في الأرطوفونية يساعد الطفل لاسترجاع اللغة الكلام. فؤاد، يوم أمس كما ذكرت قبل قليل كان عيد ميلاد رنيم، كل سنة وهي ملك جميل إن شاء الله، وربي يفرحك بيها إن شاء الله يا رب، وتسمع كلمة بابا عما قريب. العام القادم
أخرى؟ ما شاء الله 30 مليون أخرى تدخل في رصيد فؤاد. 60 مليون ما شاء الله 60 مليون أنا لا أجد الكلمة سأبكي أنا على المباشرة. 60 مليون 60 مليون مبروك إن شاء الله يا رب. مازال 250 مليون إن شاء الله يا رب إن شاء الله. مازال 250 مليون لرنيم سترى بحول الله تسمع كلمة بابا. ماذا تقول لحد الآن للناس اللي تبرعوا لك فؤاد؟ نشكرهم وربي يبارك في مالهم وفي أهلهم إن شاء الله، ونشكر كل واحد يتأثر معايا مش بشرط أنه يعاوني بالمال أنه لو يدعي لي إن شاء الله يا رب. ومازال بحول الله سنجمع المبلغ كاملا إن شاء الله. إذن 066-63-83-89 رقمنا لا ينطفئ ليلة النهار، سارعوا لفعل الخير. 60 مليون الآن في رصيد السيد فؤاد أب رنيم، مازال 250 مليون حتى هذا الملاك النائم معنا يسمعنا صوته الجميل. شكرا جزيلا لكم ضيوفي، شرفتوني، ونتمنى أن نكون دائما سبيلا في نشر الخير على قناة الخير قناة القرآن الكريم. كنت سعيدة جدا أنني كنت معكم اليوم، شكرا لفريق العمل الذي فعلا يحتاج أكبر تحية، شكرا لجنود الخفاء، لناس الخير ولرجال الخير، فريق عمل برنامج أمة الخير. نلقاكم سهرة الخميس القادم إن كان في العمر بقية. يجمعنا الخير على قناة الخير الجالية الجزائرية في فرنسا. تتوالى المكالمات الآن، يخبرني الزملاء المخرجة والمشرفة أنه تتوالى المكالمات الآن لمساعدة رنيم حتى نسمع كلامها ونسمع صوتها الجميل عما قريب بحول الله. ما شاء الله على جاليتنا الجزائرية، ما شاء الله، الحمد لله، فعلا نحن أمة خير، الحمد لله، وأهل الجزائر فيهم الخير ويحبون إخوانهم وبلدانهم حتى ولو يعيشوا في بلد الغربة، لكن العاطفة الجزائرية ما تموتش. ودموعك عزيزة جدا فضيلة الشيخ يحيى بوشابو، نحترمها جدا، وشكرا جزيلا لكم مشاهدينا. الأسبوع القادم سنسمعكم بشرى الخير بحول الله، في أمان الله.